في ناس يا سيد ما تجيش غير بالطريقه دي. استاذ جلال حضرتك طبعا مقدر الحاله اللي هما كانوا فيها، فلو ينفع حضرتك تتنازل عن المحضر وانا تحت امرك في اللي تؤمر بيه. العداله عداله، شوف بتغير الناس ازاي. انا ممكن ادفع لك 5000 جنيه تعويض. ايه ده ايه ده المبالغ دي؟ ايه مفيش الكلام ده بيشتغلك طبعا. ليه بيشتغلني دي؟ مفيش حد في الدنيا معاه 5000 جنيه. 6000 جنيه تعويض ونحلها ودي. انسى. ايه ده ايه ده ايه الكذب ده بقى؟ الخداع ده؟ ايه ركبك الوهم مفيش المبالغ بس دي. يا سيد بلاش فضايح. طب وحياه ابوك فكر وانا ارجع لك بعد شويه ان شاء الله. العقديه اللي فاتت اللي ولا عادل كان هيروح فيها سروعي. بس طلع منها بالطريقه ده وقته. عمل ايه ده؟ رجعت لبسها لبسها. عمل فكره جهنميه. جاب شويه ناس لبسهم واداهم اللي فيه النصيب وطلع معاه الاسم وكلهم شهدوا ضد الراجل. واثبت العكس انت بقى يا باشا. يا سلام، هي دي الفكره الجهنميه؟ دخلت في الحوار انت اصلا؟ لا اصل اكيد عادل عمل حاجه اصيع من كده. قول بقى انت مالك انت قاسي على بشاصي يا اخو؟ ده مبدئيا. هو انت قول ايه ده؟ ايه صوتك ده؟ انت مبدئيا ما تتكلمش معايا، صوتك بيخوف. انت صوتك وحش. عندك معلومه قولها لي. قولها لي. خليك معايا. ما تفتحش بقك، عايز هو يقول لي. عليا الطوبه خلي الدكتور يلعب خطوه. صوتك وحش. يا بدوي بيه تشتري ولا الاسم هتقع؟ لسه اما جلجل يقول كلمته الاول. معرفش انا يا ريس، الراجل اللي اسمه جلجل ده اللي انت دخلته في وسطنا فجاه، انت مطمن له قوي كده ليه؟ بص يا ريس انا مش عايز اتكلم كل ده، بس الواد ده مش سالك بشيلن. برايا يا جدعان بقى، بعد كل الكرامات اللي بانت عليه دي مش مصدقين ان واد مبروك وسره باتع او مزقوق عشان سرك معاه فبيتعامل على اساس ده؟ مستني اللحظه اللي انت تبقى جاهز فيها للانهيار ويقوم داس على الزرار مخلص عليك. بقول لك ايه يا مدحت فكك. والله يا باشا انا بقول كده عشان مصلحتك، انت عارف انا شغال معاك بقالي قد ايه، بيصعب عليا اللي انت تقع عشان كلب زيه. يعني انت شايف ايه يا مدحت؟ والله يا ريس انا جالي تليفون من عند الراجل بتاعنا اللي عند الشناوي، بيقول ان هم هيلموا كل اسهم الدوليه من السوق عشان يعلوه، وهيبيعوا كل اسهم المزارع الخضراء عشان يخسفوا بيه الارض. احنا نخيره، لو اختار المزارع الخضراء يبقى الراجل ده مزوق من الشناوي عشان يضيعك. يخرب بيت دماغك يا مدحت. لو حصلت المعجزه واختار الدوليه يبقى الراجل ده مبروك وهنأمن على الكلام ده، لكن لو اختار المزارع الخضراء اللي الناس كلها عارفه ان هو في الطالع يبقى مزوق عليك من عند الشناوي وانا صح. ده ساعتها يبقى فيها موت ومفيهاش كلام. خدوا حبيبي مني من غير ما اعرف، خدوا ليه؟ من غير ما يعرف انه حبيبي ليه؟ سجلجل فين يا ناس؟ انا عايزه سجلجل وانا ما شفتش اخويا سجلجل. ايه ده؟ رؤية ايه اللي جابها هنا؟ سجلجل. ليه يا عويل؟ ليه؟ ده يا عويل. يا سجلجل اللي حصل يا اخويا اللي جابك المكان الوحش دوت؟ بس يا رؤية. بس يا رؤية. عمل لك ايه يا اخويا؟ بس يا رؤية بلاش افورة، انا جاي في خناقة عادي خالص. وده مين اللي يستجرى انه يتخانق معاك يا سجلجل؟ انا بس عايزك كده تشاور لي عليه، ده انا كله لك بسناني. حطي صوتك. بقول لك يا سجلجل الزيارة دي ممكن تتقفل في اي وقت، خليني الحق اقول لك اللي انا نفسي اقوله لك من زمان. انا عايز اقول لك انا في ضهرك يا سجلجل. دارك عمري ما اسيبك ابدا، ومفيش حاجه هتحتاجها. انا يعني مش عاجبالك. بص انا جبت لك مش اوضه عشان تلبسها في الحجز، اوضه عشان ما تهرشكش. عيش وحلاوه عشان تتقود في الاسر. دي بقى الاستخدام الشخصي، طريقه الاستخدام سهله، مفيش اسهل من كده. كل ما عليك ان تملاها بالماء ثم تضغط بقوه سينطلق التيار المائي اتجاه المنطقة المعنية. ليه يا رؤية؟ ليه مصرة تعريني في كل خطوة بتخطيها؟ طلعي فحيح من بقك، كل ما بتطلعي فحيح بعرف ان في مصيبة. يعني انا كذاب؟ ايوه حياتك كذاب، يعني انا كذابة؟ انا جاب سلمان. سلمان؟ يا لهوي ما ينفعش كده يا مستر فؤاد، هدي نفسك لو سمحت. ايه يا سلمى؟ سلمى انت ايه اللي جابك هنا؟ انت كويسة؟ جلال انت مين قالك انا هنا؟ هو ده وقته، ايه اللي حصل؟ الأستاذ الكبير المحترم طلب مني ان انا اصرف فيك بدون صحه توقيع، ولما رفضت قال ان انا بقى عايزه منه رشوه. يعني دي منظر واحده تطلب رشوه؟ عايزين تروحوا بالبلد اللي فين؟ كانت كل هم مليته البلد. مش عايز قله ادب يا فندم. انا قلت كل اللي اعرفه، مستر فؤاد عميل عندنا من زمان وانا عمري ما شفت منه حاجه وحشه خالص. يعني انا مستر كمان شفت مني حاجه وحشه؟ ولا شفت منك حاجه انت كمان. بس هو مستر فؤاد هيعمل كده ليه يعني؟ طيب انا دلوقتي قدامي محضر قصاد محضر، يعني مفيش قدامي غير احطكم انتوا الاثنين في الحجز. علي العقل يا شويش، انا برضو شايفه كده. بس يا رؤاش اسكتي. استنى انت، خلي بالك انت ممكن يبقى عليها قضيه تلطخ، ممكن تبقى في حاجه ولا ليها قضيه. استنى ثواني وجايه.
7000 جنيه وتنزل عن المحضر. موافق. عادل ورجالته جوه نخلال قد ايه؟ هتدفع 7000 جنيه. يا مصر يا مصر واحد واحد يا باشا، الراجل ده مفتري وحرام. هو ده المفتري اللي قابلني في الشارع، ثبتته من ساعتها بدور عليه. باشا قسما بالله فتشني في المترو مرتين وانا فاكره بنضار. يا باشا الراجل ده اللي قابلته عند بتاع الشريطه يا باشا. الراجل ده وحصل. مش عارف اقول لسعادتك ايه، انا متنازل عن المحضر يا باشا. الحمد لله خد جزاءه الخسيس. سلمى انا اسف جدا مش عارف اقول لك ايه، بس عمري ما جه في بالي ان مستر فؤاد ممكن يطلع منه كده. تمام يا فندم، انا كده كده هبعت الاستقاله اونلاين وشكرا لصحتك حياتك فيه. شكرا. صحيح يخون النزيهه واللي فيه يجيبه فيها، ده مثل ده ولا ايه؟ الحمد لله على سلامتك يا سلمى. الله يسلمك، يعني انا متشكره جدا على اللي انت عملته، انت حقيقي انقذتني. بس يعني انا شايفه برضو ان هي كانت غلط ان هي خلصت بشهاده زور. ايه اللي غلط؟ الغلط قدامه غلط، يعني اخد الحق ما فيهوش تعاطف ولا عواطف ولا الحاجات دي خالص، معروفه المكتوب يتنفذ. الو اي بابي. سلمي عليك. في حد من صحابي جه وخلص الموضوع. بيسلم على حضرتك. هشكره لك. حاضر ماشي. لا 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 انت ما تصدعش نفسك، خليك في مشاكل الجمعيه وان شاء الله تتحل. ماشي حبيبي، باي باي. إذا أنا عندكم مشكلة في جمعية أنا ممكن أخش بنفرين، بس بشرط أخد واحد لأول واحد لآخر. لا يا لذيذ، بوبي عنده جمعية خيرية وملجأ أيتام بس، وعنده مشكلة في السيولة فبيدور على مشتري، بس خليهم مفتوحين. بص مش هصدقك يعني حوارات دي. محتاجين فلوس، أنا رقبتي سدادة بجد. بقول لك جيبي جيبكوا يا، أنا معايا 6000 جنيه في الدفتر. يعني شوفي لا حوشهم لي بقى، أحتاجها للتين. أنا بس بعرض خدماتي يا عشان. لا خالص أنا لو احتجت حاجة أقول لك. مش يلا؟ يلا ولا ايه؟ انت اكيد تعبان وعايز ترتاح. يلا بالظبط، يلا بينا، عندك حق. انا هستأذن انا. اوكي لا لا استني، انت هتروحي معايا لحظه واحده، ماما عايزه تشوفك، دي عامله محشي. انا اسفه، المره الجايه سلميلي على طنط جدا وشكرا. يا وسهلا. طب انت هقول لك على حاجه، يعني لو راحت التجمع مثلا نزليني في اي حته وانا هرجع تاني على الجيزه، يعني ممكن اجي معاكي في العربيه. بس انا هتنيل اوصلك. انا روحي انت يا سلمى. ميرسي قوي يا جلبي. باي باي. باي. كرباص جيزه ايه ومحشي ايه اللي عاملاه؟ ده كلام ما بتفتحيش بقك. ابدا وبيه. خير ايه؟ لازم دلوقتي؟ ماشي. طيب 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 جاي. رؤية بقى يعني امشي امشي. سلمى! ايه ده؟ انا اسفه يا رؤية، انا ما خدتش بالي. ام سوري. الدرجات دي يعني؟ انا ما خدتش بالي. انا ما خدتش بالي.